جيت لقيت كل شيء ساد، دوك نقلب المشكل انا ما قارياش ما عرفت فين نمشي نجيب ليه الدواء ديالو. اللي سولته يقول لك ما عرفت، واحد في الشارع الحمراء واحد في الشارع البيضاء، انا ما عرفت فين نمشي. كيقول له دايرين لي ضرب، هي قالها لي واحد، هي قال لي راه دايرين لي ضرب. قلت ليه ما حال تا واحد، نعطوا لي هذا، جيت هو لقيته تا هو مسدود. خاصني الدواء للراجل نعطيه ليه، الراجل مزير دارك وش يجي نحداه عاد راسه تنفخ دايرها ديما، والدواء خاصني ها هو ما كاين ليه اليوم. لا ما لقيتش الدواء، واش غندير ليه وليدي؟ لما لقيتو ليه هذا هو الدواء المهم كاع اللي خصو هو يشرب، مره عنده عران ديال الدواء. عرفت شاي وليدي اللي ما قاري شاي، ما رديت بال، ما سمعنا والو، سمعت شاي يا راه داكشي اللي قلت لك، الا كان شي واحد ينعتنا فين نمشي نجيب الدواء، نشري ليه الدواء ديالو، ما خصنيش نمنك ليه الدواء، هو مزير. واش عنده الصدر؟ عنده الصدر وعنده القلب. نعم اي راه نعس في السبيطار الحسن الثاني ماشي 10 ايام 8 ايام اللي نعس في السبيطار الحسن الثاني، وخرج لنا ليه الدواء متبعين مع الطبيب. اليوم راه كاين اضراب على هذا الشيء ديال الصيدليات، وبصيفتي انا كسيكوريتي هنا كيجيو يسولوني الناس، وكنقول لهم راه هاد الورقه راه معلقينها هنا السيمانه باش الناس يتاخذوا الحيطه والحذر، ولكن الامر لله. كاين اللي صباح مريض اليوم وتعذب بزاف، الناس كيجيو من السبيطارات وكيتشكى، والفرماسيانات شادين، والله يدير التاوي لهذا الشيء اللي كاين، الله يشافي الجميع. والواجب ديالنا حنا كنديروه كسيكوريتي، كيعيطوا لنا العساس هنا راه رادين البال، واللي جا مرحبا به واللي مشى مرحبا به، وكنأديو الواجب ديالنا لله، والله يشافي الجميع والله يكون مع الجميع. بالنسبة لهذا الشيء البرمية صانات خصهم يفكروا بعيد، راه أن هذا الإضراب ما في صالح الوطن، راه هما الأساس في الدنيا، راه الصحة هي الشيء. الإنسان على من كيخدم، على من كيخدم يا ولدي، راه على صحته وعلى مستقبله. ولا ما كانت الصحة ما كاين والو، كاين دابا اللي عنده المال وراه ميت معذب، هو بغا غير شي دواء ما جبروش، كي عيدير؟ إيوا الشكوى الله، الله ياخذ الحق، الله يدير التساويل. بالنسبة لهذه الحالة تاع إضراب العام تاع الصيدلة، هو واحد الحالة اللي أول خطرة كنشوفها هنا في نهار تزدت يمكن، حالة شوية اللي شوية صعيبة، والصعوبة ديالها كتكمن أولا أننا حنا كدولة غاديين تنظموا وكنقدوا التغطية الصحية، كاين عمل جاد اللي كيديروا صاحب الجلالة نصر الله، يعني غاديين كنخدموا. هاد الصيدلة حتى هي داخلة في المنظومة، فاش تجي بين عشية وضحى، وما نقولوش بين عشية وضحى علموا، ولكن خصنا نشوفوا الخطورة، والخطورة فين كتكمن؟ كتكمن أنا نعطيك أنا دي زيكزومب، واحد السيد مثلا دار عملية خرجوا ليه دابا لي زونتيبيوتيك خصو ياخذهم اوبليغاتوار، فين غادي ياخذهم؟ يعني ما كاين حتى صيدلة، ما كاين حتى البيرمانونس. حنا ماشي ضد هاد الناس تاع الصيدلة، إيه هاد الناس تاع الصيدلة حتى هما عندهم مشاكلهم، وهاد المشاكل يعني عرضوها على الحكومة، والحكومة شوف حنا اش بيناتهم ياك وما استجبوا، ولكن خص هنا الجانب الإنساني يلعب دور، الجانب نشوف لأن حشومة باش نلقاو شي واحد تيقلب على الدواء، حشومه باش نلقاو واحد الانسان خاصو الانسولين، ها هو تقادات ليه. وماشي كل الناس عارفين بان الصيدلي داير الاضراب، ما كاين اللي ما عارف كاع هادشي، اما كتلقى المغرب كامل عارف. لا خصنا نشوفوا الحلول، والحلول خصها تشوفها الحكومه والناس يجلسوا بيناتهم ويلقاو حل باش ما نضروش الانسانيه، وبقدر اننا دوله اسلاميه وفي هذا الشهر المبارك راه خصنا بحال هادشي نتجاوزوه باش ان شاء الله نزيدوا البلاد ديالنا لقدام. والصحه راه ماشي حاجه مهمه، اللي هضرت عليه الصحه كنز، باش تجي طال الصحه راه حتى واحد ما يبغي، سواء لا غني لا فقير طال الصحه توقف. لهذا كنطلبوا من الناس سواء الناس تاع الصيدليه ولا الحكومه باش يدخلوا تدخل عاجل، يحلوا المشاكل بطريقه عقلانيه، وما يعاودش يوقع بحال هذا الشيء اللي وقع.